من فقرة عجوج جصانية نقدم لكم هاي المعلومات، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لأداء الواجب. الأرض اللي أمامنا أرض زراعية قريبة على المنطقة، قريبة على جصان. شو يسموها هذه؟ الشكاير. باب صغيرة؟ هذه باب الصغيرة. نعم. هذه منطقة باب الصغيرة، إحدى المحلات القديمة اللي في ناحية جصان. كان يحيط كل بادية جصان سور عالي قبل آلاف السنين. وهذا المكان كان بباب تسمى الباب الصغيرة. هذا المكان بباب تسمى الباب الصغيرة، مدخل لهذه المحلة. وهذا البناء المقابل هو جامع. بعدنا ما واصل الجامع. اي هسه شنو اللي احنا المكان اللي احنا فيه هسه هنا، شنو المكان اللي احنا فيه؟ هذا المكان محيط المنطقة. منطقة الشكاير. هاي الشكاير. هاي المنطقة الشكاير. اي نعم. هي من المخلق دي يسموه الشكاير. وهاي المنطقة الباب الصغيرة. هاي قبل شنو ما تسمى قبل يتزوجون هنا بالزفاف وحي بالافراح الشباب تطلع بيها بالزواج. والافراح الشباب تطلع بيها، منطقه حلوه تحيط البساتين. اي وجوها طبيعي حلو. هي هاي منطقه الشكاير. وهاي شو يسموها الساجه؟ هذه اللي تنقل الماء من النهر الرئيسي الى منطقه المحموله. اي هاي بستان محسن. هاي بستان محسن دبره. هاي بستان سلمان صبري. هاي بستان سلمان صبري. اي ومنها هاي الصعده شو يسموها؟ باب الصغيره. منها هاي الباب الصغيره. نعم. وهذا الجامع باب الصغيره. ويسمى جامع حجي صبار. نعم. عندك ذكريات على حجي صبار انت ابو حي؟ هذا الجامع انبنى قبل اكثر من 60 سنه. هذا الجامع اي شانطين. اكثر من 60 سنه شانطين. نعم. وجدد بناءه وكان حافل بالمجالس. هذا الجامع الصغير؟ اي واحيا ليالي الجمعه. هذا الجامع؟ هذا الجامع كان به ليالي الجمعه تنحيه دعاء كميل. هذا الوقت الحاضر كانت الصلاه. هو بالقديم. خلينا نقدر نصور شوي من اي. السقف ماله واقع. هو قديم. هذا كان طين وبحي. كان طين وبعدين صار بلوك. جددوه. هم عندك شويه على حجي صبار الله يرحمه. الله يرحم حجي صبار من الشخصيات المعروفه بجصان واللي لها اثر، ترك اثر طيب بالمنطقه، كان يخدم المنطقه. كان انسان متدين وكان يشرف على عمل التشبيه سنويا. هو حجي هيج. وحج ستار. يعني حج صبر كان ضمن اللي كان يشرف على العمل. من ضمن المشرفين. المشرفين هو حج شهيد. اي اي. عمل الشبيه. اي اي. وعمل الشبيه كان من يعني الاعمال العظيمه اللي نجسد معركه كربلاء. نعم صحيح. اي. بالستينات هو كان موظف بالصحه. موظف بالصحه. هو ماكو عندنا. اي. يعني هو كان موظف بالصحه. كان موظف بالصحه. اي موظف بالصحه. اي ما ادري بها. يعني شنو الروح ونشر عباد ونشنو يعني ان شاء الله بسيطه. ما ادري بها. المستوصف القديم هسه دارت الكهرباء. هذا كان مستوصف. هسه احنا هذا الجامع مال بيت حجي صبار. هذا جامع بيت حجي صبار. احنا متجهين بهذا الفرع شو يسموه هذا الفرع؟ له اسم لو ما له اسم؟ عجل باب الصغير. عجل باب الصغير. اي صغير بعد. اي اي اي. لو هو حدا مذكر لي ما اقدر الصوت يمك يعني. هذا بيد ديمي عبد الله. ها هذا بيد ديمي عبد الله؟ من كانت برا عبيد الجامع. اي هسه هذا من ضمن الجامع. اي هذا من ضمن الجامع طبعا. نصور من ارتفاع عالي. اي هسه طبعا من ضمن الجامع. وان هذه ذكرى ابو اي هذا بيت ديم عبد الله تفرع به الجامع فتوسع الجامع. يعني عبد الله ابو منعم. ابو منعم. اي اي هذا من شاله ومن جصان؟ اي تفرع به الجامع. تفرع به الجامع. هذا كبر الحوش مع الجامع. كان الحوش ما بيها هسه ترى. هسه مثل ما جاي يشوفون اخواننا هو ما بي الواقع الحائط ماله الثاني. اي واقع. اي هو وقع وترك. انترك هذا. اي هي المنطقه انتركت فترك الجامع وياها. بس وصلنا هنا لهذا البيت المن ابو حيدر. هذا المن هو هذا بيت ديني. هذا هذا هم بيت ديني. اي كله البيت ديني. هذا البيت الجامع. اي هذا الرتم هذا. هذا العلي ابنه. هذا بيت جلال. بيت جلال. يا جلال. جلال حج سلمان حج قصاب. جلال حج سلمان. اي اي استاذ جلال. هم بالستينات شالوا. اي والله. هذا يعني جلال سلمان حجي قصاب. اي انا لحق عليه معلم كان يدرسني. بيت حجي جلال. بيت جلال حجي سلمان حجي قصاب. بيت جلال حجي سلمان حجي قصاب. اي اي هذا اللي بيت الوطن هنا عندنا. هذا بيت عربي اخو جيني. وينه؟ عربي ياسين. عربي هذا بيت عربي. ها عربي عبد الله. هذا عربي بيت عربي عبد الله هذا. اي هو هذا منه بيت عربي عبد الله.
عبد الله كان قاعدين. هذا البيت اللي من هو؟ بيت حج صبر؟ هذا بيت حج صبر. هذا بيت حج صبر. هذا بيت حج صبر؟ اي. ولي بيوت البقن ابو هسه شو؟ هذا بيت ايوب، ايوب يوسف. يوسف الله يرحمه. ايوب يوسف ومحمد يوسف يعقوب يوسف ذول عائلة كان ساكنين هالشارع. كلهم كانوا في نفس الشارع قبل أن ينتقل. اي. بس هاي اللي ابو حيدر اللي وصلناها شوي على كيفك. هاي اللي وصلناها العرضية، هاي يسموها عرضية. هاي عرضية، هاي ساحة. هاي ساحة. هسه نوقف هنا ونشرح على الشارع القريبة هنا. نوقف هنا على مود عرضية باب جرير. اي. هنا بيت عبود الهواشم. خلنا نوقف هنا ابو حيدر ونسولف على هاي الواقعة اللي بيوت كلها واقعة. هاي اي كلها بيوت كانت كلها بيوت عابرة. لا هسه نوقف يمكم. اي اوقف ابو حيدر اي من هسه اشرحوا لي هسه احنا شو يسموها هاي المنطقة هذه؟ هاي عرضية يسموها؟ اي هاي العرضية مثل عرضية الباب الصغيرة هي شو عرضية السوق؟ اي هسه البيوت اللي اشرح لي عليها البيوت المحيطة هذا بيت هذا الفرع منو بيت؟ فرع بيت عبود الهواشم بيت عبود الهواشم اي وبيت عيسى خليل هذا بيت عيسى طاهر اي هذا بيت عيسى بيت عيسى خليل وبيت عبود الهواشم بيت عبد الفنيان بالاخير بيت عبد الفنيان بالاخير اي بيت وحيد عطال هذا البناء الباقي من عنده شويه بيت وحيد عطال وين الباقي من هذا الحائط طايح هذا الحائط اي 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 هذا قصدك بيت حيد عبطال هذا الحائط اللي مفطور طويل نعم اي هذا بيت حيد عبطال هذا يتجه لي غادي لي غادي اه اي لا لي غادي على هذاك الفرع اي باب بيت المويض هذا الفرع كم بيت فيه كان ابو حيدر والله بالعدد ما اعرف بس هي هاي بيت مثبت يعني ابو حيدر ما هو بيت عيسى بيت عيسى وبيت عبود اي وبيت عبد الفنيان بالاخير وبيت كان قاعد وبيت حجي عبد عون بيت حجي عبد عون بيت حجي عبد عون من ذي الجهة اي ما هو من ذي الجهة اي 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 ظهره منها ظهره منها حج عبد العون بيت حج عبد العون اي 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 بيت عبد الفنيان سابقا البيت سيد هاشم البيت سيد هاشم اي هذا هذا الشارع كله البيت بيت الهويشم اي اي هو بيت صالح بيت عبود الهويشم بيت واحد وبيت عبد الحسين من عمهم وقرابهم بيت رحيم هم كلهم بيت واحد هنا بيت رميض اي اجي بيت رميض بيت صبر شويب هذا بيت رميض بيت صبر شويب ابو كاظم اي بيت هذا ابن الكريم الجصاني اي وهذا صبار اي هو بيت واحد هنا بيت هاي صبحه هاي جهه بيت هذا المضيف مال سعدون حق علو وين المضيف هذا المضيف نقدر نروح نتمشى اي 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 يلا من من لا من يمك من ورا ابو حي اي بس احنا اخوان متجهين باتجاه المضيف المضيف هذا مضيف بيت سعدون حج علوش هذا مضيف بيت سعدون حج علوش نعم ايه هذا ابو تشينكو هاي السنه نعم بيت حميد عبوشي هذا بيت حميد بس احكي اي بيت حميد عبوشي هذا هذا ابو تشينكو اي بيت حميد عبوشي اي ابو مجيد ابو رشيد ابو محمود ما لاحقين عليه هذا وبيت سعدون هم منه هو سعدون ذاك صفق اي 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 طايح بس هذا ابو تشينكو اللي يحكي لي عليه هذا بيت من قال بيت حميد عبوسي العبوسي والوراك هذا 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 كله بيت هذا اسمه عربي عبد الله عربي عبد الله هذا هيك يعني بيت ديمي عبد الله ديمي عبد الله ولد عمهم يعني ولد عمهم هذا نظيف اي هذا نظيف ما تعدوا هذا نظيف حج سعدون هذا كان سابقا مضيف هذا اي مجالس يسوون به مجالس حتى اي وائل شوي ابو حيدر سهله اي نعم هذا كان مضيف هذا كان مضيف يعني هذا بالاصل مضيف يعني بالاصل مضيف هو اي هذا بيت اصل قاعدين وهذا مضيف معه اي والله هم كانوا يعني مثل المداريج بيت مبين بيت يعني من خطار اي بالمناسبات بالمناسبه جصان بها كمل اي هذا بيت كام صبار من نابيه كان صبار اي هذا بيت كاظم اي بيت ابو جواد بيت ابو هم كلهم قاعدي وكاظم اي كلهم كانوا قاعدين كلهم في البيت وهاي من بيت حجي مهدي هذا اخو دربونه كانت هنا اي طبعا على بيت عبد الرضا اي حجي عبد الرضا اي وبيت حسن علي حسن هوادي اي هذا كان عدد هنا الفيع اي بيت علي حسن هوادي وبيت حجي عبد الرضا
حج عبد الكريم. اي اي اي. وصفوا بيت يحيى حج مهدي وبيت هاشم حج مهدي. اي هاي بهاي المنطقه. اي هم ذل. اي. هسه هذا المضيف شنو كان يعني شلون مضايف مال؟ اي مضيف مال المناسبات للخطاط. يعني مسوي شلون اللي. ليه يقعدون بيه؟ فيك يعني مجلس مجلس. اي اي. لا ماكو مضايف مال هو مضيف هو هذا هو ما يوم الجمعه يسوون به مجلس. نعم. شيخ احمد الله يرحمه كان. اي اي. وللخطار هلا مرحبا هلا شلون الحسينيه؟ مثل الحسينيه اللي يقعدون به يتعللون. اي تعللتوا راحتهم قبل وقت حسينيه. اي وعاد حسين بالبيوت مثل الحسينيه وجاغ وجلال قهوه. اي 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 بس هاي زين هاي البيوت هذا الواقع علما ابو حيدر هذا بيت المريض هذا الواقع هذا بيت المريض مو بيت المريض اي هذا الواقع كلش اي هذا بيت المريض هو ترى هو منهار من قديم اي منهار اي كل منهار هاي اكثر من 100 سنه من المبنيه عندنا بعد اكو شيء هناك هنا ماكو شيء لا غير المضيف اكو شيء ناس لا لا هي الرئيسيه لا هذول تراجع لنا من هذا منه بعد مثل هذا الناس اكو بيوت مثل لا كلهم ذكرهم هنا بيت يم بيت حج سعدون بيت عبد الحسن محمد الشيخ منصور بيت عبد الحسن محمد الشيخ منصور نعم اي بعد اكو حد ناسي من البيوت اه هذا بيت عبد الحسن هناك ها؟ بيت عبد الحسن ابو عارف لا مو ابو عارف آه. والله عبد الحسن محمد الشيخ منصور عمي. إيه إيه عمي 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 إيه ابو عارف واحد اخو عبود اخو عبود هذا هنا عمك يصير اي اي اخو عبود يا عم اي والله هذا بيت عبد الحسن وشخلاطي هناك منو بعد من اكو احد مثل الناس وان هاي يسموها العرضيه هذه بيت العرضيه ما هي بيت اي يعني شلون عرضيتنا اللي اي 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 هي ساحه تجمع البيوت هاي هم كانت ساحه تجمع البيوت اي 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 وهم يقعدون بها اي 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 يتعلمون الناس هنا قد بني البيوت ذول اللي عرفناهم كلهم عندنا قلنا ذول بيت وحيد عبطال وبيت مغير وبيت هاشم حج مهدي وبيت صبار كلهم بيت عيسى خليل بيت عيدان صالح بيت عيدان صالح وبها علم علاق الوير الله يرحمه اي الله يرحمه اي بس البيت عند بيت سعدون اي اذكر ذكرياتي في هالمنطقه هذه انت ذكريات شنو يعني بشبابكم مثلا هاي قبل هاي الشباب يقعدون فيها شلون يشوفون مواقف مثلا من الكبار هناك هاي بالاعراس تتم الناس الشباب وتصير زفه كبيره وتطلع على الزرع عالشكاير اي عصريه حلوه تطلع يعني زافينه الزفات اكثر شيء الزفات 50 60 شاب للعشائر اي للشكاير للشكاير اي والزفه وتجي بينما ينتظرون العروس ولا لا المعلمين واحد تجيهم جوقات جوقات المعلمين واحد اي يتمشون كل من وصلفه المعلمين ياخذك بالزفات اي 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 الزفات يجون يتمشون عصريات كل واحد ويصنفها كل واحد ويصنفها لين جاب طبيعي شو حلو فوين تروح الناس تجي على الزرع هاي العصريات حلو العصريات اي اكل عصريات بس مناسبات الاعراس الاعراس تلتم كلها اي 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 خمس ست ايام ياخذون العريس يطلعون على يتمشون والعشاء والغداء هم ست سبع ايام اي اي والله الستينات الستينات هاي كان وضع العالم هيك 10 ايام لا ست ايام ست ايام كل ما وصنفها السبعة شنو شي صار؟ ما يطلع من البيت يجي ياخذ من البيت الظهر الصبح يعود قهوة ايه؟ والظهر والعصر هم ربعة ربعة يتمشون وياه اي 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 هالخاصين يعني اي 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 هالخاصين اي اي بعد اكو ذكريات الشباب مال قبل يعني هو لما يزفون العروس البيت من بيتها لعيالها يزفون العريس ياخذون الشكاير مجموعة شي 50 60 شاب اكثر ساعة ما يفطرون يقول العروس في البيت العروس من يوديها للبيت؟ النساء أهل العريس؟ أهل العريس ياخذوها أهل العريس العائلة يعني إي 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 هيك إي إي ماكو سيارات ماكو سيارات ماكو سيارات لا بس النسوان بالدفوف والطبول وهذه تاخذ أي حلو زين حتى هاي تنطبق مثلا إذا بهالعجد والعرس صار بعيد قريش إي ما يخالف يعني ياخذوها ياخذوها مشي منك كلها هم مشي إي إي كلها مشي والعريس يقعد على السطح إي العروس يمر عليها شكليت إي العريس يمر عليها إي العروس يطلع فوق السطح وكم واحد وياه ويشمر شكليت فلوس إحنا نجمع من دراهم شاهولوش العريس قصدي يسحب فوق
هاي حييهم يعني حي الجمهور اللي جو هنا يعني هي حي الناس اللي جت تهني ابو حيدر وابو حيدر الاخ الحبيب المهم هيك سويتوا احنا اختلف هذا الشغله يعني وقتكم راحت اي راحت وانا ما نفس الجفاف بس ما التقاليد احنا نذكر عليها بس ما نسويناها نذكر عليها يعني هاي الحكي جت تلك قبل 100 سنه انا اذكر على خالي بس من جفاف الشكل الستينات توسس فوق الستينات وما لحقت اي 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 الستينات يعني قبلنا عن التقاليد اي يعني جزء مال الاربعينات اي احنا يعني هي قديمه يعني هسه هاي التقاليد مال العريس يطلع فوق السطح وشمر شكلها يعني صار لها 80 سنه تلقى العروس 70 80 سنه انا جاهل واذكر عليها يعني اي 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 وتشون شكلات ودراهم واحنا نجمع انتم وقتكم انقرضت انقرضت اي من كبرنا انقرضت عجب يعني انقرضت هاي حالات كل وقت لها وقت اي اكو هاي شغلات انقرضت الجصان يعني ايه تقاليد اي يوم السابع ياخذوا العروس تاخذها مسخنه ويروحوا يجيبوا المي من النهر تاخذها مسخنه تروح مجموعه من النساء وياها وتروح للنهر تشرب مي وتجي لا مسخنه اي مسخنه ما شايفها هاي المسخنه اي 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 يعني مثل ما يقول لي العروس العروس هي وجماعه وياها يوم السابع يوم السابع تطلع للنهر إيه؟ تجيب مي وتجي نسوان وياها 7 8 10 نعم اي ويجيب المي ويجن إيه؟ فهي مكيفين بها يعني إيه؟ مطلعيها برا وشلون هم عتب بهذا بطل المي فلوس اي هم اهل العريس اهل العروس اي اي يعني هم اهل العريس طبعا اي هاي تجي تشب المي بالباب اي بالباب باب الحوش اي وهذول احنا مثل احنا كنا صغار من الفلوس يطشروها اي اي طبعا يعني بعد طلع راح الشر ماكو شر بعد اي 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 يعني هاي تقاليد تقاليد حلوه هي ما بها اي ما بها تعقيد حلوه حلوه اي حلوه يعني حمد العطيبه اي 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 بعد اكو في شغلات اذا اضافات عندكم عندنا 3 دقائق اي اذا عندكم اضافات عندنا 3 دقائق بعد شنو والله إذا لا سمح الله سلم وفاه ماكو قبر حسينيات وهذه فالجيران نعم هو قلب بيتهم صاحب العزايا قلب بيتهم الجيران يوميا يسوي له وجبه يعني مثل بيت فلان غدا اليوم على بيت فلان عشاء على بيت فلان وظل 7 8 10 ايام الجيران تودي له صاحب العزايا يعني صاحب العزاء ما يطبخ ما له شغله ما له شغله اي الجيران كانت يوم الثلاث يجيبون الحلاق اي كل اللي قاعد وياهم يزين حياهم وروسهم بعد أيه. الصحيح لان هم اعتبرهم حزنوا وياه اي يعني اي شو ما ادري بها السالفه ما تدري بها شغلات هي يعني مواساة له اي بس ليش يوم الثالث زين يوم الثالث اي يجيب الحلاق على حسابه لا يوم سابع لا يوم هو يوم ثالث اي ها من تقوم الفاتحه اي 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 تقوم يجيهم بعد ولي يجي زين بعد يجي راسه والعيد اي 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 بلاش هاي بلاش اي بلاش هو على ابو الميت بعد اه اي اه ما ساعدهم هلا عندك شي سؤال في النهلة؟ اه كل هلا مرحبا عادي شلونكم؟ اه نتذكر حكي قبل ومكان قبل حلو اه اي لا احنا نفتح القديمة اكو سوالف مال يعني اعمارهم هم هم اي نعم شبكة الكهرباء بالستين صارت قبل ما اكو كهرباء يا سنة يعني اول 60 ورا الجمهورية بداية الستينات اي 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 يعني ورا ما صارت جمهورية الستينات ماكو ماكو كهرباء اي على على 2500 لكن من صارت جمهورية شوي شوي صارت تمام بالولاية فصار شبكة كهرباء جمهورية يا جمهورية تقصد 58 ها 58 58 اي 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 وبالمناسبة يا جصان صارت ناحية قبل 100 سنة قبل 100 سنة صارت قبل 100 سنة صارت ناحية يعني دربونها بيت محمد خواب السايق اذا تذكرون اسماء قريبة احنا هنا هاي منا قريبة عبودي بيت محمد خواب السايق اي صايغ الله يرحمه ابو قيس وقاسم ما اعرف ما تعوي هنا بهاي دربونه يعني اي محمد خرب هذا من صفه بيت عبودي وصفه بيت يوسف حطاب اي هاي دربونه هاي هاي ورا بيت ميه بعد كم احكي لنا ابو حيدر على
وقت الجمهورية من شلون هاي تقول عليها الجمهورية؟ هي جستان صارت ناحية بسنة 1921 1821 21 1921 اي 21 هسه احنا بنقول 21 قبل 100 سنة صارت ناحية صارت ناحية؟ اي مضبوط هذا؟ مضبوط اي والله نعم صارت ناحية وتبعت إلى أكثر من وحدة إدارية مرة تتبع العمارة مرة تتبع الديالة ليش هيك شيء صارت؟ ما اكو وحدات إدارية الكوت ما شرط محافظة نعم اي الكوت ما شرط لواء كان شنو لعب؟ اي يا سنة صار لواء الكوت؟ بالضبط ما أدري بس قبل 57 نعم بس هي ناحية وتابعة العمارة وتابعة الديالة آخر شيء تبعت الكوت الديالة لوش الديالة أبو حيدر؟ هذه وحدات إدارية ارتباط إداري مدرة وجصاص وزباطية كلها شرط تبع الديالة بالديالة؟ اي بس الدياله بعيده علينا من الكوت هذا ماكو بعيد هي بالعهد العثماني كانت تبع بغداد جصان جصان تبع بغداد كانت تبع بغداد اي ابو حيدر هاي الاخبار جاي تقول لي بيها مصادر موثوقه اي موثوقه ماكو خاف بيهم يعترف لا 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 لا, لا. القديم يعرف ضمن اول اتفاقيه بين ايران والعراق على الحدود اي ابقوا جصان تابع لبغداد تابع البغداد جصان بدر وجصان وشرباطي تابع البغداد وهي ترى ما تبعد اكثر من ساعتين على بغداد هي باعتبار قريب اي قريب على بغداد نعم. اي وابقوا مهران والمدن المقابل لها نعم الايران ضمن اول اتفاقيه قبل 50 سنه الايران شنو يعني قصدك الحدود الحدود اي الحدود يعني اي يعني جصان مذكوره بالتاريخ من الاف من اكثر من 1000 سنه شلون هاي نعرف بالعهد العباسي موجوده كانت من يقول يعني العهد العباسي هي موجوده كانت بالعهد العباسي كانت مسوره نعم. سور يحيط بيها نعم سور يحيط بيها جصان بالعهد العباسي كان يحيط بيها سور اكو وثائق سلام الله اكو وثائق واكو هسه بالبساتين اكو قنطره اندثرت قنطره الصخر نعم هذه بالعصر العباسي هاي اللي قاعد صايره من البساتين اي هاي كانت جسر ثلاث فتحات ايه وبعدين دفنت ما لاحقين عليها ما لاحق عليها ايه انت شو عمرك تسمع ايه لاحق عليها نعم وبعدين قبل 1000 سنه صارت معركه بين الموالين للعباسيين وبين انصار العلويين قاتها ابن الكاظم يا سنه هاي قبل 1000 سنه 1000 سنه اي وين موجود التاريخ هذا اللي نريد نطلعه يعني موجود كتب يعني انت وين سامع مثلا وين قاري مثلا يعني هاي كتب اكو عند عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب يذكر بي انه ابن الكاظم عمدة الطالب عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب هذا موجود هاي اي انه ابن الكاظم استشهد بهالمعركه نعم معركه صارت بين العباسيين والعلويين ابن الكاظم ابن الكاظم اي واستشهد هنا بكتاب بكتاب اي ايش اسمه عبد الطالب في انساب على ابي طالب في انساب على ابي طالب اي اندفن بجصان نعم يعني هسه المرقد الموجود هذا مو مقام وانما مرقد يعني اكو جسد مدفون به نعم اي من اولاد موسى من اولاد موسى الكاظم سلام عليه اولاد موسى بن جعفر عليهم السلام اي والى كرامات معروفه نعم. الولايه كلها تشهد له والغريب يشهد له نعم اي وهو جد ابو طلبه موسى الكاظم سلام الله عليه اللي يتعنى له ما يرد صحيح إيه؟ وهسه احنا رجعنا اخوان من هذا الجانب هسه رجعنا نفس المكان نفس المكان اذا نقدر ابو حيدر تقدر تقرب لي شوي على مود اقدر اصور منه اي يمك توقف فيه اي اصور مكان الجامع اي اشرح يمك اي حتى هذا الجامع اخوان قول هذا الجامع من يمك اي لا تجيبه يلا يلا اخوان هذا الجامع وانا صوتي ما يطلع اي هذا الجامع مال الحج صبار الله يرحمه ورحمته الواسعه وان شاء الله في ميزان حسناته ان شاء الله ان شاء الله كان يقام به ايام الليليه طبعا عشان عامر هو وكان دعاك وين القرابه من ليله الجمعه انا ما حاضر به الاولين يعني اي من شانطين من شانطين وكانوا اهلها معمريه وبعدين انترك صار اللوك صار بعدين نبنى بلوك ونطول البيت مال البيت ونطول بيت اضافي الى احد الناس عبد الله بيت عبد الله تبرع للجامع نعم. فتوزع نعم. بيت ديمي عبد الله بيت ديمي اي نعم. لان شال العمانيه فتبرع به للجامع جزاه الله خير اي اخوان هاي اللي كان بالسكاير وهاي المكان اللي صعدنا به رجعنا به اي نعم هذا يسموه باب الصغيره هذا باب الصغيره مو هي محلات باب صغيره وباب الكبيره وباب العبادي نعم. هاي ثلاث محلات نعم. ثلاث محلات شنو سور هو وبها ثلاث ابواب هاي كان السور هذا يحميها من العدو نعم
يعني الخيال بتجي ما تقدر تبعد. زين هاي هم الحراس؟ الحراس بالليل، بالنهار مفتوح. اكو حراس يحرسون هالبوابه؟ اي اكو حراس، هو شاد شيخ المنطقه يعين حراس. نعم. وقبل تحكمه شيوخ. منو كان شيخ المنطقه؟ ذاك كل وقت وقته والله. اخر شيوخ كانت بيت ناموس وبيت حاجة مجيد. نعم. اخر شي ذولا اللي صارت بعد الجمهوريه. ها. اي. وكان ننهي بهذا القدر ويا الاخ العزيز ابو حيدر، ابو حيدر العزيز هنا. الله يعزك. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا على هذا. بالخدمه، بالخدمه، ممنون. مع السلامه.